أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج العقرب السبت 7 أغسطس آب 2021. يبدو أن اليوم مليء بالتصفيق والثناء لك. قد تحصل على جائزة لأدائك العديدة المتميزة. قد تضعك مبادئك في الالتزام بالحقيقة كنموذج يحتذى به للعديد من الأشخاص، بما في ذلك منافسيك أيضا. فقط حاول إعادة تقييم قراراتك قبل أن تجعلها فعالة. عاطفيا، الوقت مناسب للرومانسية. عليك أن تظهر لشريكك أنك لا تعتبره أو العلاقة أمرا مفروغا منه. هذا هو الوقت المناسب للذهاب إلى هذا الميل الإضافي وإفساد شريكك. يمكن أن تصل علاقتك إلى مستوى جديد من خلال عشاء رومانسي وحميمي فقط، أو لفتة أو هدية مدروسة. مهنيا، سيكون اليوم مملا إلى حد ما في العمل، لكن هذه أعمال تفصيلية لا يمكنك تجاهلها. كن دقيقا في استكمال أوراقك والتعامل مع جميع المتطلبات الرسمية. قد ترتكب خطأ بسيط ولكنه حاسم بسبب عدم الانتباه لذا. حتى إذا كنت ترغب في الخروج والقيام بالأشياء، يجب عليك إنهاء أعمال المكتب الخلفي أولا. صحيا، لقد حان الوقت لأن تدرك أن صحتك هي أحد أصولك وتحتاج إلى تطوير. اليوم هو يوم جيد لبدء نظام صحي أو ممارسة رياضة. الانضمام إلى فصل دراسي، يمكن أن يكون السباحة أو الأنشطة المائية الأخرى ذات فائدة خاصة لك. إذا بدأت نظاما صحيا اليوم فستكون لديه فرصة أكبر للنجاح.